يقول السائل: لدينا شركة للتجارة العامة تعامل مع شركة تبيع الإطارات والبطاريات، وقد حصل بيننا اتفاق بطلبنا على أن نكون وكليهم الوحيد في منطقة معينة، مع العلم أنه يوجد فيها تجار كثر كانوا يتعاملون مع نفس الشركة مباشرة، وطلبنا من الشركة أن لا تبيع لهم بضائع معينة التي حصلنا عليها التوكيل من قبلهم، حتى يتسنى لنا أن نقوم ببيع البضائع عن طريقنا فقط في بلادنا. السؤال: ما حكم الشرع من هذا الصنيع؟ وهل هذا من الاحتكار المحرم شرعا؟ وهل ثمة فرق بين إذا طلبت الشركة منا أو طلبنا منها؟ وجزاكم الله خيرا. أما الشركة إذا طلبت منكم أنتم أنكم تتولون بيع منتجاتها فلا بأس بذلك، أما أنكم أنتم تطلبون من الشركة أنها توحد البيع عندكم وتمنع الآخرين هذا لا يجوز. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، لا يبع حاضر لباد، لأن هذا يضر السوق ويضر الناس الآخرين. الحاصل أن الشركة إذا جاءت إليكم وقالت بيعوا منتجاتنا ولا نريد أن يبيعها غيركم هذا لا بأس، أما أنكم أنتم تطلبون هذا فهذا فيه تضييق على المسلمين وإضرار بالمسلمين ولا يجوز لكم هذا. وأما أنه احتكار، لا، هذا ليس من الاحتكار. الاحتكار إنما يكون في القوت، يكون في الأقوات، الطعام والشراب والأشياء التي الناس يحتاجون إليها. نعم.